فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإنسان قد وضع جبيرة وتحتها جبس، فهل يجب عليه أن يزيل هذا الجبس أم له أن يمسح عليه؟ ما أعرف جبيره وجبس، لازم يما جبيره ولا جبس، هذا المعروف. ما أنه يحط جبيره ويحط فوقه جبس، وش بيصير هذا؟ يعني دورين؟ ما أعرف هذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.